لو انت جوزك او اخوك او واحد صاحبك او اختك اتحبست بدون وجه حق، او قعدت يوم او يومين مش لاقيها، او عرفت ان هي محبوسه في اسم معين رغم كده ما تعملهاش محضر، تعملي ايه؟ السلام عليكم، رب تكون في أفضل صحة وأفضل حال. النهاردة كذا حد اتصل بيا يقول لي أنا جوزي في اسم فلاني وما تعملوش محضر، أنا جوزي مش لاقياه، أنا واحد صاحبي بقاله يومين مختفي مش لاقيينه، أو عارفين إن هو في اسم معين لكن بقاله أكتر من 7 أيام ولا اتعمل له محضر ولا خرجوه ولا حتى اتعرض على النيابة، أعمل إيه يا أستاذ؟ هات ورقة وقلم عشان اقول لك تعمل ايه بالظبط. اولا كده هوت في فيديو سابق لينا لازم تتفرج عليه، هيجي لك فوق هنا او هنا، تمام؟ ده الفيديو ده بتاع ايه؟ اول حاجة يا سيدي هتروح تعمل شكوى او طلب التجاء للنيابة العامة عن طريق موقع النيابة العامة، تمام؟ تاني حاجة هتعمل تلغراف للنائب العام وتلغراف لرئيس مجلس الوزراء وتلغراف لوزير الداخلية وتلغراف لوزير العدل وتلغراف لمين؟ وزير الصحة. ليه؟ لأن ممكن أصلا أخوك ده يبقى أصلا حد خبطه خبطة شديدة، عمل حادثة وقاعد في مستشفى بقاله يومين 3 أيام وأنت مفكرة إن هو محبوس. طيب التلغراف ده بكتب فيه إيه؟ التلغراف ده بتكتب فيه إن أنت بقالك يوم أو يومين مش لاقي جوزك، او في حد خده من البيت وخده بدون وجه حق. احنا بنتكلم هنا على فرض ان الشخص اللي اتاخد ده واحد ابيض معلوش اصلا اي سوابق قبل كده، كان اصلا ما تجيش في واحد اصلا عنده سوابق سرقه والاسم جه خده الصبحيه وانت زعلان وعملت اغراف للنائب العام، لا احنا بنتكلم هنا على الشخص اللي هو ابيض. فالمهم فاحنا بنعمل تلغراف لوزير الصحة عشان قد يكون الشخص الغايب ده عمل حادثة وموجود في إحدى المستشفيات. نعمل تلغراف لوزير الداخلية ليه؟ قد يكون الشخص ده محبوس وما عملوش محضر، فأنت بتلجأي ليه إن هو الشخص ده يطلع. وتلغراف لوزير العدل على نفس الكلام والنائب العام ورئيس مجلس الوزراء. عملت الخمس تلغرافات دول، حلو قوي. عملت الشكوى في النيابة العامة على موقع النيابة العامة، حلو قوي. عملت شكوى كتابية وقدمتيها في وزارة الداخلية اللي هي في التجمع الأول، حلو قوي. إيه كمان؟ عملت شكوى في مجلس الوزراء على الرقم اللي هيظهر لك على الشير الوقت ده، حلو قوي كده، تمام التمام. طب الكلام ده تعمليه إمتى؟ تعمليه لو الشخص ده قعد يوم واحد بس، ما نزلش جلسة ولا نزل نيابة، على فرض ان انت عارفة ان هو محبوس في اسم معين، عارفة ان في امين شرطة جاله النهاردة وخده، عرفتي مين خده خلاص، انا عرفت ان هو في الاسم، ما اعملش بقى الغراف لوزير الصحة، تمام؟ لكن لا مش لاقيه خالص اعمل الغراف لوزير الصحة، لا انا عرفت ان اخويا او ابويا او اي حد موجود في اسم معين، اعمل الموضوعات دي كلها. طب الشكوى مين يكتبها لي؟ اكيد مش انت، الشكوى دي هيكتبها لك زميل محامي. طب التلغراف بتروح تعمله عند اي مركز اتصالات جنبيك، بتعمله تدفع ثمنه وانت واقف وبتاخد الاصل معاك. ليه؟ ده بينفع المحامي بعد كده. هو عرفت الخطوات ايه؟ الشكوى اوعى تكتبها انت بايدك، خلي زميل محامي هو اللي يكتبها لك، او تكلمني على الارقام اللي في صندوق الوصف وانا هكتب لك الشكوى، او زملاء كتير جدا اي حد منهم يكتب لك الشكوى اللي انت هترسلها للنائب العام واللي انت هتوديها لوزير الداخليه اللي موجود او المكتب بتاعه اللي موجود في التجمع الاول. كل الخطوات دي مهمه جدا عشان على فرض الشخص ده نزل جلسة، بتنفع قوي 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 زميل المحامي اللي ماسك القضية. اخر الفيديو لو
لو انت من بقى السادة المستشارين اللي فهم الموضوع والناس المحبين اللي انت لسه قاعد معايا لحد دلوقتي، قالت يخش يكتب لي في التعليقات ان هو من الناس المستشارين اللي لو حد استشارك في الموضوع ده هتقدر تفيده. وما تنسوش تدعموا غزة، واوعى تنسى اللايك والاشتراك وشير لاصحابك، وبرضو اوعى تنسى اخواتنا في السودان. سلام عليكم.